جولة صحفية مع أبرز أخبار المملكة العربية السعودية. نبدأ مع موقع العربية والذي عنوانه: يظهر بالسعودية هذا موعد رؤية أول بدر عملاق في 2022. وفي التفاصيل: يظهر الأحد في سماء السعودية والوطن العربي القمر العملاق الأول هذه السنة، حيث سيكون أقرب قليلاً إلى الأرض من المعتاد، مما سيجعل حجمه الظاهري أكبر وإضاءته أكثر إشراقاً. أما صحيفة عاجل فعنونت: عمرها 18 عاماً، صورة تاريخية تجمع الملك فهد بالشيخ خليفة بن زايد في قصر اليمامة. وفي التفاصيل: نشر حساب الملك فهد صورة تاريخية جمعت الملك فهد بن عبد العزيز برئيس الإماراتي الراحل الشيخ خليفة بن زايد الميان في قصر اليمامة. وأظهرت الصورة التي تعود لعام 2004 الملك فهد يتبادل أطراف الحديث مع الشيخ خليفة خلال زيارة رسمية للأخير إلى المملكة. ولتعنون صحيفة عاجل على موضوع آخر بعنوان: قصة مواطنة تبنت طفلة يتيمة تسببت في تغيير حياتها. وفي التفاصيل: تحدثت المواطنة نورة داود عن تجربتها في تبني طفلة، مؤكدة أنها كانت سبباً في تغيير حياتها وحولتها إلى سرور وبركة. قالت المواطنة إن تجربتها بدأت بعدما علمت أنها لا تستطيع إنجاب الأطفال، فقررت احتضان طفلة يتيمة كان عمرها 4 سنوات، مبينة أنها رزقت بعدها بطفلة عقب 14 عاماً من الزواج دون أي علاج أو تدخل طبي، فأنجبت سارة وبعدها البراء وسعد. أما صحيفة سبق فعنونت: في الربع الأول من 2022 أرامكو تربح 148 مليار ريال بارتفاع 81.7%. وفي التفاصيل: أعلنت شركة الزيت العربية السعودية تحقيق صافي ربح 148 مليار ريال في الربع الأول من 2022 بارتفاع 81.7% عن الربع المماثل من 2021. ويعزى هذا الارتفاع في المقام الأول إلى ارتفاع أسعار النفط الخام والكميات المبيعة وتحسن هوامش أرباح قطاع التكرير والمعالجة والتسويق.